الخميس اللي فات كان اجتماع الكاف لتأسيس رابطة الأندية الإفريقية. الخميس اللي فات كان اجتماع الكاف لتأسيس رابطة الأندية الإفريقية زي ما حضراتكم شايفين. واللي نال النادي الأهلي فيها عضوية مجلس إدارة الرابطة. وكان ممثل ليها وشركة الكرة المهندس خالد عبد القادر. الممثل للنادي الأهلي وشركة الكرة. الحقيقة اختيار النادي الأهلي كان بإجماع الأصوات. لكن كان مهم جدا نشوف انطباعات الأندية الشقيقة في القارة الأفريقية عن النادي الأهلي وإزاي بيتكلموا عنه. النهاردة هعرض لحضراتكم حديث خاص مع أيمن مبارك رئيس نادي المريخ السوداني، نشوف ماذا قال عن النادي الأهلي، وهرجع برضو أكمل كلامي مع حضراتكم مرة أخرى. بحيي جمهور النادي الأهلي العظيم، وبحيي كابتن الخطيب على حياسه على البطولة كأس الأندية الأفريقية، وبقول مزيدا من التقدم لهم. ونحن بنعتبر انه النادي الاهلي هو يعني عميد الانديه العربيه، ونادي عظيم، نادي كبير، نحن نتمنى له كل الاحترام والتقدير. وعلى تواصل مع السيد رئيس النادي كابتن الخطيب، ودائما بتجدهم في مراسلاتهم في كل مناسبات نادي المريخ، هم بيهنونا ونحن بنهنيهم باستمرار. واعتقد انه النادي الاهلي تجربه استثنائيه فريده في المنطقه العربيه والمنطقه الافريقيه. نحن بنتعلم منها كثير وبنشوف منها الكثير. نادي حقق بطولات كبيره، ونتمنى انه نحن ان شاء الله علاقتنا قويه اصلا بالنادي الاهلي وبالانديه المصريه عموما، وبنعتبر ان احنا ما بعيدين. السودان ومصر بلدين شعبين في بلد واحده، وبنقول ان احنا ما قاعدين نحس باننا غريبين على البلد دي، ولا غريبين على شعبها، ولا غريبين على جمهورها. كثير ما جمعتنا منافسات بين الاهلي والمريخ وبين المريخ ونادي الزمالك، وعلاقه وديه وعلاقه فيها كثير من الحميميه. نحن بنفتكر انه من التجارب المميزه نحن بنتكلم عنها كثير وبنقتدي بها كثير وبنستفيد منها كثير. في المنافسه نحن بننافس معاهم بكل شراسه، وفي المحبة قاعدين نلتقي معهم بكل محبة، بكل دفء وبكل حنان. وبنحترم جمهور النادي الأهلي، وبنحترم كابتن الخطيب، وإن شاء الله تجمعنا بهم مناسبات كثيرة. ونحن في زيارتنا لمصر عندنا مشاريع كبيرة جدا مع النادي الأهلي نتواصل معهم فيها في الفترة الجاية إن شاء الله. برضو في حاجة ثانية مشتركات بتجمعنا، نحن الاثنين بنلبس لون أحمر، فبرضه ده جزء من الحب المتواصل بينه وبين النادي الاهلي. النادي الاهلي نحن زي ما كلمتك انه كل حاجه بمر بها نادي المريخ، الا بتجد انه الصفحه الرسميه للنادي الاهلي بتهني او بتعزي في فقيد مريخي او بتهنينا بمجلس اداره جديد. فنحن يعني ممتنين وشاكرين كثير لهم، ونحن بنعتبرهم من لما يكونوا ضيوف عندنا في السودان، من ما بنقول ضيوف بنقول اهل البلد، يعني هي دي بلدهم، ونحن بنقابلهم بكل محبة. وعلاقتنا بكل الأندية المصرية علاقة مميزة وعلاقة ممتازة، وارتباطنا بالأندية المصرية سواء كان مدربين مصريين كثيرين جدا دربوا في نادي المريخ من مصطفى يونس، أحمد سعد، وكثير من اللاعبين، وحسام البدري. النادي الأهلي مقبل على البطولة كأس العالم للأندية، وهو ممثل القارة السمراء، ممثل الكرة العربية الأفريقية. عايز تقولي للنادي الاهلي، والنادي الاهلي اصبح ضيف دائم على بطوله كاس العالم للانديه، اقول لهم ما بنخاف عليك، ما بنخاف عليك دي بالسودان، يعني انت كبير المنطقه، ونحن كلنا ثقه في انك بتمثلنا بطريقه كويسه وبتشرفنا جدا. ونحن يعني بنتابع كل مبارياته وبنتابع كل انجازاته بكل فخر واعزاز واحترام وتقدير لنادي كبير جدا بيشرف الكره العربيه والكره الافريقيه بشكل عام. وبعتبر انه السودان من مؤسسي الاتحاد الافريقي، فوجودنا هنا هو امتداد لتاسيسنا للاتحاد الافريقي، وهو امتداد لاهتمامنا بكره القدم الافريقيه، واهتمامنا بانديتنا وبمنتخباتنا، واهتمامنا بالكره الافريقيه بشكل عام. انا زي ما ذكرت لك انه نحن محتاجين نشوف، مش نشوف لعبتنا كافراد، لكن نشوف كاس العالم يكون في افريقيا ان شاء الله في نسخته الجايه. ونحن بنقول ده مجهود بيبذله الاتحاد الافريقي، ونحن كمان كانديه بنعمل سبورت لمنتخباتنا الوطنية بإذن الله.
طيب ده كان كلام رئيس نادي المريخ، الحقيقه هو كلام محترم جدا. النادي الاهلي الحقيقه دائما ما يكون زي ما قلنا لحضراتكم، عشان كده انا دايما بستغرب جدا جدا من الكلام اللي بيتقال من هنا ومن هنا ومن هنا، ولكن في النهايه انت مقدر في كل انحاء العالم تقريبا وفي كل انحاء القاره، عشان ما بقاش وحتى في العالم بتشوفوا انفانتينو لما بيقابل الكابتن محمود، بيقابل الكابتن خطيب بيقابله ازاي، تشوفوا لما بيقابل اي حد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بيقابله ازاي. فاحنا الحمد لله نادي مقدر من الجميع في كل مكان، بسبب مش بسبب ان احنا اي حاجه، ولكن بسبب ان النادي الاهلي عدد بطولاته الكبير جدا جدا اللي يخليه الناس كلها مقدره العمل والشغل اللي بيحصل داخل النادي الاهلي. فبالتالي ببقى مستغرب جدا جدا من طريقه كلام البعض على هذه المنظومه الرائعه والمنظومه المحترمه اللي دايما واخدين حقنا. طبعا طبعا بنبقى دايما واخدين حقنا، لان احنا بندي كل ذي حق حقه، كل واحد له حق بنديه له، كل اتحاد له حق بنديها له، كل لعيب له حق ومشي من عندنا بنديها له. ما تلاقيش امور كثيره بتحدث ضد النادي الاهلي، عشان كده كان مهم جدا نسمع كلام الناس بتتكلم عن النادي الأهلي بهذه الطريقة.